وللحديث عن هذه الزيارة معنا عبر الهاتف من الرياض الدكتور مشعل العلياء الخبير السياسي والاستراتيجي السعودي. أحييك دكتور مشعل. أهلا ومرحبا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم، يبدو أن هذه الزيارة تحمل بعدا خاصا من الأهمية، خاصة وأنه جاء على لسان وزير الدولة لشؤون الخارجية الإماراتي أنور جرجاش، أن هذه الزيارة تحمل ثقل السعودية السياسي، وأيضا تحمل برنامجا سيغير المنطقة إيجابيا أو يمضي بالمنطقة إيجابيا. البعد لهذه الزيارة نعم. وأهميتها. نعم، هو لا يخفى على مثل ما ذكر معالي الوزير قرقاش في ذلك أن أهمية زيارة سمو ولي العهد السعودي، وهي الزيارة الأولى لخارج المملكة العربية السعودية إلى دولة عربية وهي أرض الكنانة في مصر، وما لها أهمية قصوى بالنسبة للعقل السعودي والفكر السعودي، وهي الحقيقة مهمة جدا بالنسبة لما تعيشه المنطقة من الحقيقة تغول إرهابي وتدخلات خارجية، والحق اصطفاف تام بين المصريين والسعوديين في بوتقة واحدة لمحاربة الإرهاب، وللحقيقة الإبقاء على المنظومة العربية الحقيقة التي هي رأس حربة للنمو والاستقرار العالمي في هذه المنطقة، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لما يحمله من الحقيقة انفتاح على العالم أجمع، ولما يحمله من الفكر الوسطي الإسلامي البارز في المملكة العربية السعودية وفي منطقتنا. هو الحق اليوم للعالم أن المملكة العربية السعودية وقيادة مصر هي الحق تشكلان الجناحان العظيمان التي بهما تطير الأمة، ويكون لها الحق مكانها بين الأمم. فسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله زيارته هذه حينما نراه يزور الكاتدرائية المصرية وزير الأزهر الشريف، والحق يزور مصر المجتمع المصري بكامله، والحق لا يفرق بين ذا وذاك، والحق يزور السياسة المصرية، وكذلك ما نراه من ثقل لدولة مصر في محاربة الإرهاب، وكذلك هذا الموقف العظيم لحكومة مصر العربية الحق التي هي لا زالت ولن تزال تكون واقفة مطالبة بالحق العربي ولتحقيقه، وهي الحق إظهار للعالم أجمع أن المملكة العربية السعودية ومصر هي الحقيقة حريصان على السلم والأمن. وهذا يظهر في كل هذه الزيارات وكل ما يقوم به البلدان من أجل مصلحة العربية. شكرا جزيلا لوجودك معنا الدكتور مشعل العلي الخبير السياسي والاستراتيجي السعودي.